الو الو، لبنان لبنان وطني، كيفك تقبرني؟ مشتقت لك كتير. انا منيحه كتر خير الله، وانت بعرف كل اخبارك. يا لبنان امتى بدك ترجع؟ ارجع بقى، اشتقنا لك. وصلوا لك الرساله اللي كتبت لك اياها على الانستغرام؟ ما انا كرمال هيك عم دق لك تقبرني، لانه كتار طلبوا مني انه من فتره لفتره احكي معك على التليفون وصور فيديو كمان ووصل لك رسائل. ايه قال شو؟ قال حتى يصدقوا انه انا عم بحكيك المحتلين. فانا من فتره لفتره رح دق لك واطمن عنك وخبرك قصص كتيره يمكن ما حدا عم بخبرك اياها. ايه تقبر قلبي. ايه بعرف معك حق، بعرف لو اللبنانيين بحبوا بعضهم وحاطين ايدين بايدين بعضهم ما كنت وصلت لهون، بس ايماننا ما رح يموت، وانا مأكدة انك ترجع، رح ترجع احسن من ما كنت. افتح الكاميرا. ما 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 بقدر حبيبي، لانه مقطوع الكهرباء ووجهي معتم معتم مثل قلبي. بس هلا فرح قلبي لما سمعت صوتك تقبر قلبي. انت لبنان سمعني ضحكتك لشوف، ولك ريتني موت انا في ده الضحكة. حبيبي انت، انا رح دق لك من وقت لوقت، وتأكد انه في كتير اوادم بعدهم عم بصلوا لك. الله معك يا حبيبي. لبنان ما تنسى، منحبك لتخلص الدنيا. الو الو، لبنان لبنان وطني، كيفك تقبرني؟ مشتقت لك كتير. انا منيحه كتر خير الله، وانت بعرف كل اخبارك. يا لبنان امتى بدك ترجع؟ ارجع بقى، اشتقنا لك. وصلوا لك الرساله اللي كتبت لك اياها على الانستغرام؟ ما انا كرمال هيك عم دق لك تقبرني، لانه كتار طلبوا مني انه من فتره لفتره احكي معك على التليفون وصور فيديو كمان ووصل لك رسائل. ايه قال شو؟ قال حتى يصدقوا انه انا عم بحكيك المحتلين. فانا من فتره لفتره رح دق لك واطمن عنك وخبرك قصص كتيره يمكن ما حدا عم بخبرك اياها. ايه تقبر قلبي. ايه بعرف معك حق، بعرف لو اللبنانيين بحبوا بعضهم وحاطين ايدين بايدين بعضهم ما كنت وصلت لهون، بس ايماننا ما رح يموت، وانا مأكدة انك ترجع، رح ترجع احسن من ما كنت. افتح الكاميرا. ما 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 بقدر حبيبي، لانه مقطوع الكهرباء ووجهي معتم معتم مثل قلبي. بس هلا فرح قلبي لما سمعت صوتك تقبر قلبي. انت لبنان سمعني ضحكتك لشوف، ولك ريتني موت انا في ده الضحكة. حبيبي انت، انا رح دق لك من وقت لوقت، وتأكد انه في كتير اوادم بعدهم عم بصلوا لك. الله معك يا حبيبي. لبنان ما تنسى، منحبك لتخلص الدنيا.